أهلاً بيكم في فيديو جديد مع مجلة الحياة. هنستعرض معاكم النهاردة أسرار ومعلومات عن نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد والتفاصيل الكاملة عن أزواجها وإيه هي لحظة الرعب في حياتها. تابعوا معانا علشان تعرفوا التفاصيل. اتولدت نبيلة عبيد يوم 21 يناير سنة 1945، عمرها الحالي 75 سنة. تزوجت نجمة مصر الأولى 5 مرات، أولهم المخرج عاطف سالم، كان عندها وقتها 16 سنة وكانت في أولى ثانوي. وقالت وبالرغم من فرق السن الكبير بينهم إلا إن أهلها وافقوا علشان عايزين مصلحتها، وهي كمان شافت إنه أضافة ليها علشان يسهل دخولها عالم الفن اللي كانت بتعشقه. وحكت إنه كان بيعاملها بقسوة وقبل كده حدفها بكوباية في وشها، وطلبت منه الطلاق بعد 5 سنين زواج. أما عن زوجها التاني، صرحت نبيلة عبيد في برنامج أنا والعسل إنها تزوجت سر من المخرج أشرف فهمي أثناء تصوير فيلم، ولا يزال التحقيق مستمرا، وانفصلوا بعد الانتهاء من التصوير. لكن بنته قالت إن كل ده إشاعة، ولو كان والدها تزوج كان قال لها. وزوجها التالت والرابع كان من شخصيات عربية وكان في السر. أما عن زوجها الخامس، كان من الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقالت إنها عاشت معاه أجمل أيام حياتها وكانت بتتمنى تقضي عمرها كله معاه، وهو الراجل الوحيد اللي حبته. لكن الدكتور أسامة طلع في بيان صحفي ونفى إنه تزوجها. بعدها صرحت نبيل عبيد وقالت إن زواجهم ما كانش في السر، كان معروف في الأوساط السياسية واستمر 9 سنين. صرحت نبيلة إنها فضلت الفن عن حياتها الأسرية والأولاد، وقالت إنها ما خلفتش بإرادتها علشان تحافظ على لياقتها وجسمها، وإن الناس مفكرة إنها ندمت على ده، بس هي في الحقيقة ممرتش بلحظة ندم واحدة في حياتها. حكت عن لحظات الرعب في حياتها وأسباب اختفائها لفترة بإرادتها، وقالت إنها قررت الاختفاء لأنها وجدت نفسها كثيفة الحضور بسبب برنامج نجمة العرب، وبعد غيابها الطويل بلغوها بأن هيتم تكريمها، فكانت خايفة جدا وشايلة هم لقاء الجمهور بعد الفترة الطويلة اللي غابتها، لحد ما استعدت نفسيا للقاء، وإن كل خوفها راح لما شافت حب جمهورها الكبير ليها، وقالت إن الجمهور هو اللي عمل شخصية اسمها نبيلة عبيد. أكدت نبيلة عبيد إن أم كلثوم كانت السبب الأساسي في حصولها على أول فرصة في حياتها، وهو فيلم رابعة العدوية، وقالت لو ما كانتش اختارتني كانت حياتي هتتغير عن اللي أنا فيه ده دلوقتي. وبعد نجاح فيلمها رابعة العدوية اتجهت للتمثيل في سوريا ولبنان، وقدمت أفلام قالت إنها ندمت عليها بكل تفاصيلها، ووافقت عليها بس من باب التجديد والشهرة والسفر، وإن مش هو ده التاريخ اللي هي كانت عايزاه، ففضلت إنها ترجع مصر مرة تانية. ومن المخرجين اللي ساهموا في نجوميتها كل من الراحل سمير سيف، أشرف فهمي، وعاطف الطيب، وعلي عبد الخالق اللي تعاونت معاه في 5 أعمال، بالإضافة لإناس الدغادي وسعيد مرزوق. ومن أشهر أعمالها موعد مع القدر، أبناء وقتلة، الوحل، والتحدي. وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى. مع السلامة ونتقابل في فيديو جديد.